الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أثابك الله يا شيخ، هل لفظة العبارة الله أبوك تعتبر من اللعن؟ الحمد لله، إن الحقيقة قد قسمها العلماء رحمهم الله تعالى إلى ثلاثة أقسام، إلى حقائق لغوية، وإلى حقائق شرعية، وإلى حقائق عرفية. إلى حقائق لغوية، وهي استعمال اللفظ فيما وضع له لغة، وإلى حقائق شرعية، وهي استعمال اللفظ فيما وضع له شرعا، وإلى حقائق عرفية، وهي استعمال اللفظ فيما وضع له في عرف الناس، يعني في عرف تخاطب الناس فيما بينهم. فهذه اللفظة هي من اللعن على وجه فهذه اللفظة هي من اللعن إذا حملناها على الحقيقة العرفية. فإذا قال أحد لأحد مثلا اللفظة التي سأل عنها السائل، فلا جرم أنها تكون من جملة اللعن والسب والشتم على حملها على الحقيقة العرفية، ولكنها لا تكون من اللعن على الحقيقة اللغوية أو الشرعية، لكنها على حسب تخاطب الناس وعرفهم وعادتهم الجارية فيما بينهم، أنهم ربما يضعون بعض الألفاظ التي لا تشتمل ولا تتضمن لعنا على الحقائق اللغوية أو الشرعية، لكنها تتضمن أعظم السب وأعظم اللعن على الحقيقة العرفية. فمثل هذه الألفاظ لا ينظر في حقائقها اللغوية ولا إلى حقائقها الشرعية، وإنما ينظر فيها إلى الحقائق العرفية. فجرى عرف الناس وعادتهم أن من قال هذا لآخر فإنه قد سبه وشتمه ولعنه، وبناء على ذلك فلا يجوز للإنسان أن يطلق هذه اللفظة، لأن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ولأن المسلم ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء، فعلينا أن نكف ألسنتنا عن مثل هذا الكلام الفاسد، والله أعلم.